بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وتقول عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية استقبلت مدينة الأقصر النجم الأمريكي داني جلوفر وهيتم تكريمه. أفلام المهرجانات بتبقى يعني نوعية خاصة جدا مش ممكن تتشاف إلا من خلال مهرجانات، فبتبقى ثقافة ووعي. عشقت مصر الفنون والإبداع والسينما منذ فجر التاريخ، وما بين انتمائها الإفريقي وعشقها للسينما ولد هذا المهرجان. فرنسا بتشارك، فنزويلا بتشارك، إيران عندها فيلم، سوريا عندها فيلم مهم جدا، السودان، مصر عندها فيلم. وبنكرم رجل نشط في حقوق الإنسان على مستوى العالم، يمكن الناس تعرفه كممثل، له سلسلة أفلام بوليسية وله أفلام مهمة زي اللون القرمزي وخلافه، ورشح للعديد وحاز على العديد من الجوائز، هو داني جلوفر، وهو من أصول إفريقية، لدوره في واهتمامه بالقضايا الإفريقية أيضا، ولأنه بطل فيلم الافتتاح وهو فيلم من غينيا بيساو، ولكنه بطولة نجم هوليودي كبير هو داني جلوفر. نكرم من مصر نجمنا الكبير محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز اوكي، الجواب بيبان من الوانه. مصر النهارده يا سعاده القاضي، مصر مقلوبه، الجرنان عندك اهو. كان كل ما يجي يزور البيت ابويا ياخده ويفرجه عليه حته حته كل مره. يا ريت لو وزوها تسكرية كده.